وراه الجبهة الشعبية مقصات اليوم من الإعلام. الجبهة الشعبية مقصات من الإعلام؟ لا ماهيش موجودة، ما عادش ممثلة الجبهة الشعبية بشكل متوازن. ما عادش ما تشوف بلاتوات يكون في وسيلة تشوف بلاتوات يعني. تغيب عليها الجبهة الشعبية. تشوف منابر تغيب عليها الجبهة الشعبية. أحيانا زاد أعضاء من الجبهة الشعبية ما يحبوش يجيو، يمكن يمشيوش للإعلام. هذا يمكن. يمكن هذا ينجم يجي واحد عنده ما يعمل ولا من الجمش ولا في وضع صحي إلى آخره ولا في وضع عمل إيش مش مهم، أما عموما جبهة ما هي شيء مثل العالمين.